السلام عليكم، أنا محمد من قناة إيفوي. صنعت الألعاب وعلى مدار تاريخها تحتوي على عدد ضخم جدا من التجارب المتفاوتة ما بين تجارب استثنائية وأخرى كلاسيكية، وبالتأكيد في أيضا التجارب السيئة. لكن أيضا ككل مجال ترفيهي آخر، صنعت الألعاب أيضا تمتلك الجانب الرابع أو التصنيف الرابع، واللي هو التصنيف الغريب اللي ما تفهم المطور اللي طور هذه اللعبة بشو كان يفكر ويطورها. بنستعرض في هذا الفيديو قائمة بخمس ألعاب ذات أفكار أو أسلوب لعب غريب جدا. ونبدأ قائمتنا مع لعبة ديزرت باس اللي صدرت على طرفية سيجا سي دي إلى جانب جهاز 3DO. فكرة اللعبة في أنك سائق باص ولازم تسوق من أريزونا إلى لاس فيغاس، وأعلى سرعة تقدر توصلها هي 75 كيلومتر في الساعة فقط. المشكلة هي أن اللعبة هذه تحاكي الواقعية، بما معنى أن السرعة اللي تقود فيها الباص هي سرعة حقيقية، وهذا معناه أنك بتقضي 8 ساعات وأنت تسوق الباص بشكل مستقيم إلى ما توصل للاس فيغاس وتخلص اللعبة. تخيل 8 ساعات بدون أي عقبات، 8 ساعات بدون أي قصة أو أي حوار، مجرد 8 ساعات وأنت تسوق باص بخط مستقيم علشان توصل لنهاية اللعبة، وتطلع لك شاشة يسألونك فيها إذا ودك تعيد التجربة مرة ثانية. هذا إذا كملت اللعبة، وعلى أساس أنك مستمتع عشان ترجع تعيدها مرة ثانية. يعني ما أدري إيش كان المغزى من هذه اللعبة بصراحة، بس إيه هذه. لكن ننتقل للعبة الثانية اللي عندنا في هذه القائمة، وهي لعبة كاتاماري، واللي اعتبرها واحدة من أكثر الألعاب الممتعة بالنسبة لي أنا شخصياً على أيام بلايستيشن 2. طبعاً لعبة كاتاماري إجمالاً بدأت في جيل بلايستيشن 2، ولكن صدرت نسخة محسنة من اللعبة مؤخراً على جهاز نينتندو سويتش إلى جانب البي سي. قصة اللعبة تتكلم عن تدمير سيد الكون مثل ما يقولون للنجوم، ولهذا أرسل سيد الكون ابنه للأرض في مهمة لتجميع أكبر كم ممكن من الأشياء والكائنات لاستخدام هذه الأشياء والكائنات في إرجاع النجوم. ولهذا بطل اللعبة يستخدم مجسم دائري اسمه كاتاماري، وهذا المجسم يلتصق في أي شيء بشرط أن الكاتاماري هذا يكون أكبر من الشيء اللي يلتصق فيه. قلت لك فكرة غريبة جدا. في البداية مراحل اللعبة بتكون صغيرة نوعا ما، وحتى الكاتاماري الخاص فيك تلتصق في أشياء صغيرة مثل الموز وغيره، لكن مع تقدمك باللعبة بتلاحظ ان في اشياء ثانية اكبر صارت تلتصق في الكاتاماري، مثل السيارات والحيوانات والمباني وحتى ناطحات السحاب. ايه كاتاماري من اغرب الالعاب، بس من امتع الالعاب اللي جربتها شخصيا، وانصحك فيها لو كان عندك سويتش او بي سي. اللعبة الثالثة اللي عندنا في هذه القائمة اسمها مستر موسكيتو، وايضا هذا اللعبة من مطور ياباني، فتوقع شيء فاصل. صدرت هذه اللعبة على جهاز بلايستيشن 2، وفكرة هذه اللعبة كانت في انك تتحكم ببعوضة حرفيا، ومهمتك الرئيسية هي انك تشفط دم من سكان البيت اللي انت موجود فيه. يعني غير ان الفكرة نفسها تعتبر غريبة، لكن ايضا زادوا غرابة الفكرة في ان زادوا صعوبة المراحل، ولازم تشفط الدم من مناطق معينة من جسمهم علشان ما ينتبهون لك. يعني شيء جدا غريب صراحة، وتحس ان افكار اليابانيين يعني ما عارف كيف يطلعون بالافكار هذه، بس انها افكار رهيبة بنفس الوقت. فهي ننتقل للعبة الرابعة عندنا في هذه القائمة، وهي لعبة جابان وورد كاب. بمجرد ما تسمع الاسم تتوقع انها بتكون مجرد لعبة رياضية ثانية تحاكي الاولمبيات الرياضية، وهالشي بتحسه اول ما تبدأ تلعب في اللعبة، بالذات انك بتلاحظ الجدية في حديث المعلق والاشياء هذه كلها. بس كل ما تقدمت في اللعبة تكتشف انها تفصل اكثر من اول، واول ما يبدأ السباق يبدأ الاكشن تدريجيا بالتصاعد الى ما توصل لمرحلة ما تفهم فيها اللي صاير بالاساس. يعني مثلا تشوف حصان يرقص على طرف، تشوف حصان يتمدد، اثنين يرقصون فوق الحصان، فيله، ثيران، في حتى زرافة من فلته ما ادري ليش. بس يعجبني في اللعبة صراحة السلو موشن الموجود فيها، في حال انك ما شفت اللي فاز في السباق يدولك المشهد بحركة بطيئة. صراحة الحركة هذه جدا ممتازة وجدا فادتني بصراحة. انا اشوف اللعبة هذه بالراحة لازم تكون موجودة في القائمة هذه، معليش. والان ننتقل للعبة الاخيرة عندنا في هذه القائمة، وهي لعبة اوكتوداد، واللي اعتقد انها اشهر لعبة في هذه القائمة لانها لحدث بينهم، والاغلب على الاقل عربيا نتكلم عنها. لعبة اوكتوداد تتكلم عن اخطبوط شاف وحده وحبها وتزوجها وعدهم عيال، لا تقولي كيف. وانا داري ان كل شيء غريب في هذه اللعبة، بس حرفيا ترى مب القصة الغريبة في الموضوع، الغريب هو تحكم اللعبة اللي فطس من الضحك بصراحة. فبحكم انك تلعب اخطبوط يعني فالمشي ما بتكون طبيعية ابدا. عاد اضف الى ذلك انك تقدر تتحكم باطراف الاخطبوط هذا عن طريق اربع ازرار مختلفة، فتخيل وانت تأدي وظائفك اليومية مثل شرب القهوة باستخدام الاربع ازرار هذه، وانت تكسر كل شيء تقريبا. يعني حتى المشي معاق على فكرة في اللعبة، ومب لان اللعبة سيئة ترى، بس لان التحكم يبغيك فعليا تسوي اشياء غبية علشان تضحك. عاد الرهيب في الموضوع ان اللعبة هذه فيها إمكانية إنك تلعبها مع ثلاث أشخاص مختلفين، يعني أربعتكم كل واحد منكم يتحكم في طرف معين في الأخطبوط، فتخيل أنواع اللخبطة والحشيش اللي ممكن يصير يعني. لكن على كل حال شاركونا لعبتكم المفضلة تحت في التعليقات، وإذا كانت عندكم ألعاب فاصلة أكثر من هذا اكتبوا لي إياها أيضا في التعليقات، ويعطيكم العافية ونراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.